أريد أن أتكلم اليوم على تحول جديد وربما خطير بدأ يتموقع في شمال إفريقيا بوجه الخصوص، ألا وهو التعاون الإيراني الجزائري حول الملف النووي. الجزائر دخلت منذ العشرية السوداء في برنامج اقتناء السلاح النووي أو الطاقة النووية لأغراض سلمية، وذلك في ضواحي الجزائر سنة 1985 إلى التسعينيات، ولكن الاستخبارات الأمريكية في بداية التسعينات لاحظت عن طريق سفير الأمريكي كريستوفر روث آنذاك بالجزائر أن الجزائر بدأت في تخصيب اليورانيوم، وأن هذا المفاعلين النووي أسارة والنور له قوة 20 ميجاوات، يعني دخل في المرحلة تخصيب اليورانيوم. من ناحية أخرى، كل المؤشرات لأمن وتغطية هذا المفاعل النووي هي تغطية وأمنية عسكرية جد متطورة، الشيء الذي يؤكد فعلا بأن الجزائر دخلت في مسلسل اقتناء السلاح النووي، وهو أيضا ما يفسر على المستوى الدبلوماسي التنسيق مع إيران وخروج إيران إلى دخول إيران عفوا إلى اللعبة الجيوأمنية بالمنطقة العربية، وأيضا العقائدية فيما يعرف بصراع بين إمارة المؤمنين التي تحكم شمال إفريقيا وولاية الفقيه التي يعتمد عليها الفكر الإيراني الإسلامي. وبطبيعة الحال هذا الموضوع يجرنا إلى الموضوع أو الشق الثاني من التصعيد الأمني في المنطقة، وهو ولوج أو دخول خبراء عسكريين من حزب الله إلى منطقة تندوف لتنظيم وتدريب عصابات البوليزاريو على حرب جديدة، حرب الأنفاق، حرب العصابات، حرب الاختراقات، وأيضا تنسيق مع أمير المساوي الملحق الثقافي بالسفارة الجزائرية الذي هو من صنع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، والذي اخترق دول كلبنان وضع فيها حزب الله، ثم قام بتأطير الميليشيات بحزب الله في سوريا، والآن دخل إلى الخط في منطقة المغرب، واستغل هذا الصراع في منطقة الصحراء المغربية، وبدأ أيضا يستقطب كل النخب الجزائرية أيضا لمحاولة بناء الربط المحوري إيران الجزائر وفك الحصار الجيوستراتيجي الذي بدأ يخنق إيران. وهذا ما يجب على المغرب أن ينتبهوا إليه، أن أصبح اليوم المشكل مرتبط، مشكل الانفصال بالصحراء مرتبط أيضا بالمشكل الأمن القومي للمغرب، وأعني بذلك الإشكالية النووية التي دخلت في اللعبة الإفريقية. من جديد جبهة البوليزاريو تؤكد بأنها تخوض سياسة عسكرية حربية في المنطقة الساحل والصحراء بالوكالة عن الجزائر، وهذا يدخل في إطار منظومة كبرى تبينت لعبتها حينما أعلنت وزارة الخارجية بوجود أدلة واقعية تثبت تورط حزب الله من خلال تصدير مجموعة من المعدات العسكرية كصواريخ صام 9 وصام 11، وكذلك دخول في عمل لوجستيكي وتكويني تدريبي على القيام بأعمال عسكرية تقوم بالأساس على حرب العصابات وبناء خنادق من أجل توتير المنطقة. جبهة البوليزاريو رغم صدور قرارين يدعوها إلى الانسحاب من المنطقة العازلة، تعاود من جديد تهديد المنطقة بالدخول إلى تيفاريتي وتنظيم يعني استعراض عسكري ضخم، وتبين بأن هذا الاستعراض العسكري كان بدعم أو تحفيز جزائري، التي هي الأخرى قامت بمناورات عسكرية كبيرة قرب السواحل المغربية فيما يتعلق ب يعني ما يسمى بالمناورة 2018 طوفان.
طوفان 2018 وكذلك المناورة العسكرية في منطقة الورقلة. وطبعا هذا يهدد الأمن والسلم ولا يجعل جبهة البوليزاريو ولا الجزائر تستوعب بأن المنطقة لا تحتمل صراعات عسكرية خاصة اليوم، سيما أن الشريط في الصحراء الكبرى يعني تستوطنه جماعات إرهابية ومسلحة، وبالتالي المشكل اليوم هو أن الانفصال وسيلة من أجل توتير المنطقة في تحالف استراتيجي بين الجزائر وإيران لتحويل شمال إفريقيا إلى المنطقة في مناطق الشرق الأوسط كما هو الحال في سوريا وكذلك في العراق وكذلك في اليمن. اليوم المسؤولية يعني قوية وموجودة على الجزائر أن تدخل في حوار حقيقي من أجل الأمن والسلم مع جارتها المغرب والتعاون الاستراتيجي في مجال محاربة الإرهاب، وهذه دعوة دولية وجهت كذلك إلى الجزائر. إذن في انتظار أن يكون هناك تفاهم الجزائري لفهم مسؤوليتها فيما يتعلق بالأمن والسلم في المنطقة، تبقى على المجتمع الدولي لغة وجيهة وكذلك دقيقة وكذلك قوية نحو الجزائر للدخول في حوار مباشر، لا سواء من الناحية الأمنية ولا سواء كذلك من الناحية السياسية، وخاصة لإيجاد تسوية سياسية في قضية الصحراء، لأن المحاور الحقيقي يمكن أن نصل به إلى حل يؤمن الأمن والسلم في المنطقة، وهو أن تجلس الجزائر إلى جانب المغرب للدخول في أجل مفاوضات مباشرة وحقيقية من أجل إيجاد تسوية نهائية لنزاع الصحراء. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.